بالنسبة لسوق العشار يعني يعتبر مركز البصرة وأساس البصرة، سوق قديم وناس قدماء وأساس ومركز التجاري يمثل محافظة البصرة. بالنسبة لسوق الموبيليا الأثاث، طبعا قبلها كان السوق احنا نسميه خضارة، كان المخضر وغيره وغيره مواد الغذائية بهذا الشارع يعني بالخصوص. مرور الزمن صار اكو تغيير بالستينات تقريبا، بالستينات صار تغيير وتحول السوق الى سوق اثاث وسوق مفروشات، معروف يسمونه سوق النداثين سابقا، الان سوق الغرف. التجار الاساسيين هم بالعشار، ويبقى العشار هو المركز. يعني مهما يكون هسه اكو توسع، اكو انفتاح، اكو اسواق، نفسها هاي الاسواق جاي تلتجئ للعشار، فليبقى العشار هو الأساس. يعني سابقاً بزمن النظام البائد كانت الشورجة هي الأساس، وباقي المحافظات مراكزها تعتمد على الشورجة. بعد السقوط لا، صار تغيير. يعني ممكن أقول لك 50% يجوز أهل البصرة ظلوا يودون لبغداد، يعني بغداد وباقي المحافظات ظلت تستورد من البصرة. صار أكو تغيير، لأن تعرف كان قبل أكو احتكار للتجارة، هسه هاي الأمور كلها تغيرت. بالنسبة للتجار البصرة عليهم اعتماد وعندهم كفاءة والحمد لله. يعني والله تغير شاسع، هواي أكو فرق، وبالخصوص هاي الآونة الأخيرة من ارتفاع الدولار وهاي الأمور صارت الأخيرة، الأحداث الأخيرة السياسية هواي أثرت على السوق، انخفاض الرواتب، تأخير الرواتب، هذا كله تأثير على السوق. بالنسبة للفرق يعني إذا تريد تعرف الفرق يعني أقول لك فرق شاسع، 30% يعني أثر على أصحاب المحلات، أثر على العامل اللي عنده مثلا 4-5 عمال خلى بس 2، وهاي كلها تأثير السوق. يعني القابلية الشرائية انخفضت، هذا تأثير السوق يعني بالنسبة للوقت الحالي عن السنوات الماضية. هذا السوق يسمونه سوق الاسكافيه، وهلا لا زال نفس السوق نفس التسميه، واللي قدام سوق البنات. سوق البنات ليش اجت التسميه هاي؟ لانه اكثر المحلات تتعامل بمقتنيات البنات، من ملابس، من جنط، من احذيه، شيء كل الاشياء اللي تتعلق بها حاجات النساء. هذا السوق سابقا كان سكن اليهود، باعتباره شنو؟ باعتباره منطقة تجارية، والمعروف عن اليهود شنو؟ يدورون الأماكن اللي بيها مكسب تجاري. زين يابا؟
وعندك لي قدام سوق المغايز حاليا اسمه، سابقا كان يسمونه سوق الهنود. الهنود اجت تسميه تميا لانه اكثر اصحاب المحلات هنود الجنسيه، وكانوا مختصين ببيع التوابل والبهارات وهاي الشغلات. زين ولا وشاله العشار ككل نسميها مصطلح، وكل سوق العشار بس مثل ما تقول هاي مقطع على جزئيات. سوق العشار كانت هنا على نهر العشار اللي هو فرع من شط العرب مقابل اسد بابل حاليا. هنا مثل ما تقول مكان او مرفأ مرسل للسفن التجاريه اللي دائما تنقل شغلات الخضروات فاكهه يعني حمل البضاعه كلها. زين لا تنزل هنا، وسابقا كان يسمونه العشر. العشر يختص كان بيع المنتجات الزراعيه الفاكهه الخضره وبعض الشغلات وبعض الشغلات. العشر عشان منين اجى تسميته؟ العشار من مثل ما تقول الجبايه او الرسوم اللي كانوا يتقاضونها عشر العمله او عشر المبلغ المكلف. فمن واحد الواحد الواحد وكثافه الناس طلقت عليه تسميه العشار. والله السوق يعني خلينا نقول من زمن اليهود، اليهود بعد تعرف التاريخ مالهم صار لك اكثر من 100 سنه ولا زال ما بي تعمير صراحه، ويحتاج بحاجه ماسه الى اعاده ترميم بناء يعني قلعه، لان المحلات كلها بناء قديم، واللي يريد يرمم يرمم شغلات بسيطه يعني يراد لقلع واعاده بناء بسوق حضاري، سوق عصري، سوق يعني يناسب الوضع اللي احنا فيه، يناسب التطور. حالنا مثل ما اقول حال دول الخليج، اسواقهم كلها متحضره، بناياتهم متحضره، محلاتهم حلوه مرتبه، احنا يجب ان نقفز هيك قفزه. وان شاء الله ان شاء الله بمرور الايام ان شاء الله تتحسن الامور. الاسعار تختلف اختلاف نوعيه البضاعه، اكو درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، تعرفها. والاسعار تختلف اختلاف المستوردين، هذا مستورد يكون عليه سلعه ارخص مما واحد يشتري عن طريق وسيط. والاختلاف الاسعار تجي عن طريق التنافس الموجود بالسوق، يعني مثلا انا مستورد ابيع باللي مثل ما اقول احاول اخلي عليه فد ربح معقول ابيع، يعني مو مثل هذا الرجل اللي يجي ياخذ مني ويحمل على السلعه ويبيعها، هم راح تكون السلعه شويه السعر اكثر، فيصير التنافس هذا بالاسعار وين ما تكون.
العشار بالنسبة للعشار يعني كان بزمن نظام البائد ما مسموح أي أسواق تنفتح خارج العشار، ولذلك أنه محافظين على العشار. العشار ترى هذا يسمونه مقام علي. مقام علي هو كله تابع للبلدية، كله تابع للدولة، بس للأسف الدولة هملت العشار، هملتها من ناحية قراجات. يعني الزبون من يجي لازم يذهب سيارته. هسه احنا بالنسبة لسوق البنات تقريبا يبعد كيلو متر يذهبها، لازم ساحة من البروم يلا يجي يوصل لسوق البنات. يعني عندنا ممكن 3 قراجات أو 4 قراجات بالعشار كله، فهي مشكلة، مشكلة يعني كلش كبيرة. بالناحية البلدية ما جاي تعالج هاي المشكلة. اثنين، البلدية للأسف جاي تعاملنا بتعامل يعني نقول قاسي بالنسبة إيجارات البلدية. إيجارات البلدية جاي ترتفع بشكل مو طبيعي، يعني هاي واحدة من المعاناة اللي جايين عليها. إذا أضافت إلى ضعف السوق، يعني السوق بلش يتعب، حركة الناس بلشت إقبالها على المولات، على المحلات اللي خارج السوق، لأنه الزبون يريد راحته، يطبق سيارته يدخل للمحل يتسوق مثل ما هو يريد، ما يجي هنا عرباين. البلدية ما جاي تعالج هاي وضعية العرباين، لا جاي تعالج وضعية البساطي، ما عندها أي اهتمام بالسوق، وهو السوق كله تابع للبلدية. العشار يعني هسه مثل ما نقول احنا العشار سوق شعبي. للأسف للأسف انه الدولة ما جاي تهتم بالقطاع العام. كل الدول هسه كل العراقيين، اغلب العراقيين نقول مسافر الدول الجوار، ما نريد نحكي على اوروبا، بس المسافرين على دول الجوار، الامارات او تركيا. شفت تركيا بيها السوق المصري مشهور، سوق شعبي، بس ماكو سائح يجي اذا ما يروح السوق المصري. دبي كذلك بيها سوق نايف، الاماراتيين يعرفون المولات يروحون السوق نايف، سوق شعبي. يعني ترى الاسواق الشعبيه ما تنتهي، كل الدول اعتقد ما تنتهي الاسواق الشعبيه، بس للاسف احنا هنا الدوله جاي تهمل الاسواق الشعبيه، وهو من ضمنها العشار. عشار جامع، ملابس رجاليه، ملابس نسائيه، كماليات، سوق ذهب، سوق كامل، يعني هو مول متكامل. شوف حتى على مود اكون انا صادق بهذا الكلام، انا سابقا انه انا ما ملحق على هاي السامعه، يعني احنا لحقنا دخلت للسوق انا بال يعني من فتره مو كلش بعيده. سابقا يقولون اكو تسوق، حاليا هسه عندنا اكو تسوق من ناحيه الشركات الامنيه، الاجانب بس اللي شركات الامنيه، اما كسياحه ما عندنا، وما جاي يجون لسوق العشار. احنا فرعنا الثاني تعرفون بتايم سكوير بالمول، جاي يجون الشركات الامنيه ان كانوا عرب وان كانوا اجانب، بس للمولات، لانه المول مؤمن، سيكيورتي، نظافه، تبريد، كل كامل يعني متكامل. لهذا السبب انه اغلب السياحه الشركات الامنيه يعني يقبلون على المولات، ما يجون على العشار. العشار غير مؤمن، العشار اي حادثه تصير به للاسف ماكو اي يعني حتى دوريه ماكو بالعشار للاسف. احنا عندنا بالنسبه احنا الكبار نقول احلى، ليش؟ منظم ومرتب وغيره. هسه مثل ساحه ام البروم تندله، ساحه ام البروم هاي كانت كلها مثل المسهريه فرار عليها، وريد واشجار حلوه ومرتبه، والناس شوف اكثرها قادم من عتها حديقه، كانت تنام بيها الفقير وينام بيها هذا، الناس هاي ما عتها اهل بعيده. والشارع هذا كانت المصلحة هناك هم مال العبرية، المصلحة سيارات توقف هاي بهاي الساحة وتأخذ الناس تبع العشار، هذا هو حالاته.
التجارية، هذا السوق من هنا كان سوق العشار، سوق تجاري للمواد الغذائية، هذا من هنا شارع البنات. أنا أتذكر علي هذا غذاء، هذا مثلا تمن، طحين، شكر، دين. وهذا السوق منا، هذا السوق هاي مثل كماليات، والأزيز سوق الهنود نسميه، ذاك الثاني العقد الثاني، ذاك سوق الهنود، ذاك بي هم محلات وبي هنود يسوون كاري وما كاري وهاي ما شغلات يبيعون. من بعدين هذا انه السوق تحسن، هذا منا عدلوا السوق، هذا مال بنات سووا مال نسائيه، اي وهذا السوق مال هذا. انا تقريبا صار لي هنا اكثر من 50 سنة بعدنا صغار واحنا بهذا السوق هنا. انا اتذكر بس 65 بالسبعينات، لا بال 75 هيك كانت تجينا بواخر هنود وتجي روس، روسيين ينزلون هنا بالداكير، ينزلون يجون هنا يشترون من عندنا، وهذا حتى نعرف حكيهم، قمنا شويه شويه نعرف من عنده بكتها بالعمله مالتهم. والسوق هذا عمي كان كله والله اهل غير الصحيح، كنا بخير احنا بالنسبه لنا للسوق كله خير. هسه السوق لا حد يبيع ولا حد يشتري، احكي لك الواقع. هاي محلات الله وكيلك مأجره، وهالضاله من الصبح للعصر، من ساعه سال الواحد قلت له ايش قد؟ قال والله ما مستطيع حجي. يعني هاي هذا الشغل مال سوق، وايجاره هم بالملايين، ما اقول لك بعد. المواني صاعدين سعرها مالت الارصفه، التجار قامت تجيب البضايع، الدولار صعدوا، وقفت الامور كلها مال العشار. قبل الدولار كان الناس تشتغل، كنا نشتغل والسوق يبيع وبراحتنا وبهذا، بس من صعدوا الدولار الفقير ما عنده منين يجيب ياكل. هو شنو هسه بالنسبه لتباوع للاسواق، احنا هم شايفين اكو دول غربيه او دول غير مكانات اسواقها نظيفه ومرتبه، احنا ما عندنا هسه سوق مالنا ما مرتب. شنو مرتب؟ تكرم الوصاخه لو المجاري، ما عندنا هاي الشغلات. هاي ساحة أم البرونفل شوها صار لها تقريبا أكثر من شهرين ثلاثة وظلت على حلقتها، هاي الساحة العريضة لحد سواها. ويومي أنا فوت بالسيارة أنا والولد أضحك، أقول لهم هاي راح تطلع بيها نخل من قدرة الله. هذا سوق البنات صار له 35 سنة مفتوح، اوكي؟ وسموه سوق البنات لان شنو ملابس نسائية بيه وكل شيء تريد به النساء تلقاه هنا موجود. هسه من كورونا لهسه كلش تعبانة الحركة، والسوق تعبان، الوضع تعبانة، وكله للأسوأ جاي، تجي للأسوأ، وأجارات تعبانة غالية وضالين بالضيم. هاي قبل يشترون، وهاي هسه بعد ماكو. كان العشار هو مركز المدينه، الوادم تجي تتسوق من عنده، هسه مولات ومجمعات. وهاي احنا دائما هاي رممناه وسويناه، كان كله كاش جديد، بس انا اقول لك سقايف نفسهم، بس انا ديكورات المحلات الارض سويناها، كل من يبيع بسعر، ناس تريد غالي اكو غالي، تريد رخيص اكو رخيص، كل شيء اكو، بي رخيص وبي الغالي. قبل ما كانت الوادم تسافر برا تسوق من بغداد، هسه الوادم تروح تروح الامارات، تروح تركيا، تروح وين ما كان، تروح تسوق من سوريا عاد تسوق. هسه بس هسه تعبانه الوضع، لا الوادم لا تسافر لا شيء. قبل ينافس، بس هسه لا، هسه تعبان السوق. هسه كنا احنا بالشهر نروح جوز مرتين ثلاثه للامارات، هسه لا ما نروح. هسه انا صار يمكن
أربعة أشهر خمسة أشهر ما مسافر للإمارات، لو ضاع تعباني قبل لا، لو ضاع زينة والوادم تروح أقبال الوادم تشتري، وهاي الوادم جيب بضاعة تبيعها، تجيب تبيعها، هسه ماكو تجيب تظل على قلبك، يعني تبيع لك يوم قطعة قطعتين تاكل وتشرب بيهن. بالنسبة لشارع الكويت كان سابقا مثل ما تقول مهجور، يعني متروك، اجت فيه ناس، اجت فيه ناس بسطة بتجي بضاعة، كانت قبل ذاك الوقت على الكويت تجي الاغراض، ظلت العلم وين تبسط بشارع الكويت، فأي واحد يريد له مثل حاجة بنطرون بذاك الوقت، حذاء تكرم مرت يسمونه مرسيدس، صابون الكويت ابو العطر، العطر الجلامور البروفيسي، هاي كلها احنا اللي نعرفها، واحد اذا يريد له حاجه يجي عليه البساطي، لان شنو الاغراض تجي من شارع الكويت. والله العشار من زمان، هو العشار يعني قد ما تحدد عمره، اكثر من 40 اكثر من 50 سنه، اي يعني العشار قديم، لا البارحه ولا اليوم، مو مثل ما تقول او ولايه او محافظه توها مثل ما تقول تأسست خاطر يعرفوها من هالسنة بدت، العشار قديم يعني الله لا يكذب فوق 50 سنة 60 سنة. والله هواي اكو دول تجي، كانت ابسط دليل هذا الكورنيش عندنا، هذول الهنود يجون هم وياخذون تمر منا ويرحون، هاي ابسط دليل الهنود. وعندك بعدين كان بذاك الوقت بال 75 تجي البواخر الروسية على الكورنيش، تجي الروسيه كل بواخر الدول تطب على الميناء مال البصره تجي. وبالنسبه كان سوق المغايز، ما كان سوق المغايز اسمه، كان يسمونه سوق الهنود، هذا سوق الهنود بعدين هم تاسس مثل ما تقول تطور، بنت محلات بكماليات وكذا، بعد ما سموه سوق الهنود سموه سوق المغايز. هذا كذلك، هذا كان شارع المطاعم، هسه هم ليش هم لا زال اسمه كله شارع المطاعم، بس المطاعم اللغت كليتها صارت محلات ملابس وعطورات وساعات، خب اكثريتها ساعات هسه. كان قبل حركه السوق قويه عندنا احنا، يعني الحمد لله والشكر حركه قويه وكل العالم استفادت، بس بالسعر الدولار اللي صعد لا العالم شويه يعني مثل ما تقول نزل السوق مالها. وبحثا اخر اكو شغلات مثل ما تقول الاداريه نريد نسميها، اللي كانت العالم كلها تقبض رواتب وتستلم، هسه صارت الرواتب مو هده وحده، صارت بها تناقض، يعني يوم 10 يعطون يوم 15، المتقاعدين يوم يستلمون يوم ما يستلمون وهكذا، فالسوق ضعف، وخاصه الضعف مال بالاساسي من وراء كورونا، هاي كورونا عمت على البلد كله. Thank you.
شهر تعرف تاريخه قديم، يعني قبل لا احتمال قبل ان نولد احنا بالدنيا ماكو، يعني اكثر من 60 سنه نعرفه احنا. عن روايات عن اجدادنا ماكو يسولفون، يعني اللي سامعينه سمع ذان، يعني هذا النهر العشار كانوا ملحقين علينا على حفره، تكرم حافرين اجلك الله على مطايه على بزبلان، هم حافرين بزبلان بزبلان ماكو هاي سطوله بالضبط، هذا حافرينه لا اليات قبيل ولا هذا. فأسوة بنهر العشار سموا هذا سوق العشار، يعني كيف مثل ما اقول اقرب شيء للنهر، نهر العشار قبل كانوا يسمونه، فهو سموه نهر العشار. والله هذا مقارنه من باقي الاسواق، تعرف سوق قديم والعالم شلون تقول رجلها بعد ما ماشي عليه على هذا السوق، زائدا سوق شعبي، العالم ترقب اكثر شيء العالم ترقب سوق شعبي هسه، لان يعني تعرف بعد اسعارهم تختلف عن المولات، المولات تعرفها عليها ارتباطات وعليها ايجارات ثقيله، فالعالم ترقب العشار اكثر، مش مو كل العالم، ما احكي انا مو كل العالم، انا جاي لحظه غير، يعني تقريبا نص العالم، نص العالم ترقب العشار. العشار قصر له هسه، انا اقول لك شفته يوم من الايام وقف، ما وقف العشار صحيح، بنت مولات ورحت بنين بعد مولات وبنت محلات، وانما صحيح تعرف بعد جمله هو محلات اغلبيتها العشار كلها تشتغل جمله، ف يشتغل العشار بس ويستمر ان شاء الله، بس يضعف مستقبلا يضعف، لانه تعرف راح تنبني محلات هواي، هاي المحلات والمولات هم هم اخذت منه فرق هواي. والله معاناه السوق هواي شغلات جاي لحظه نجي لها على الامان، ما اقول لك امان درجه اولى 100%، الامان لا احكي لك اياها تقريبا 60% الامان موجود، 60% انطي نسبه غير صحيح بالنسبه للامان. ليش العالم ترغب المولات؟ المولات الامان اكثر، شركات موجوده، شركات حمايه موجوده للمولات للسنترات للمحلات يعني، بس العشار لا تعرف هاي الامور ما موجوده للاسف. بالنسبه للناحيه تكرم النظافه هم فرق عن 120 درجه، انا احكيها مو 100% 120 درجه فرق بالنسبه للنظافه. هسه احنا كل فتره فتره صار عندنا تلك بشغلات تكرم هاي النفايات عشات وما يجون عليها وفرق بينات ايش قد، انا اقول لك وانتهت يعني حتى جاي سبب لنا مشاكل، هاي من تبقى فتره يوم ثلاث ايام اربعه سبب لنا مشاكل هاي تكرم النفايات، حتى لك امنيه من سبب البلديه مع الاسف. ظاهر انه سوق العشار سوق قديم، واحنا جينا يعني ما صار لنا هواي بالسوق، بس حسب ما نسمع من الناس اللي قبلنا
انا كنت بال 88 يعني كنت موجود هنا ادري يعني هذا الشارع سموه شارع المطاعم لكثره المطاعم الموجوده به، وبقيت كانوا المصريين يعني فاتحين مطاعم وقهاوي وتعرف هذا الشارع وسمي بهذا الاسم. وبالنسبه لشارع الكويت، شارع الكويت سمي شارع الكويت في السابق هاي قبل لا نحن كانوا الكويتيين يسوقون من العشار، يجون للعشار يجون يوم الخميس العصر، فكانوا اغلب الكويتيين هنا يجون في هذا الشارع فسمي هذا الشارع شارع الكويت، هذا اللي نعرفه في اسمه. بينما الاسواق القديمه مثل سوق الداكير وسوق السماكه هاي اللي هناك الموجوده بها يعني اسواق قديمه، اغلب الناس كانت تجينا العشار تتعنى العشار، ماكو اسواق متفرقه مثل تجي، كان مركز المدينه هو العشار يعني في السابق حتى الى زمن السقوط يعني كان المركز الوحيد اللي مركز التجاري بالبصره هو العشار. بينما هسه من يعني من وراء السقوط انفتحت اسواق عديده يعني من ضمنها سوق 500 اسواق الجمهوريه الجبيله، هاي بالسابق كانت اسواق مفرد مو جمله، فهسه كل الاسواق اللي موجوده اللي جاي يعني اللي فتحت كلها تبيع جمله، يعني انت تشوف السوق انتشر والحركه السوق حركه العشار بهاي الايام يعني كلش ضعيفه بسبب الاسواق اللي فتحت جديده يعني حتى المناطق السكنيه انفتحت بها مولات انفتحت بها اسواق يعني جديده، والعالم بعد تعرف هم من ازدحامات وهاي ما توصل للمركز المدينه بسهوله حتى مثلا تتعنى الا واحد عنده شغله ضروريه يعني يلا يجي العشار. العشار في السابق كان يختلف عن هسه، يعني هسه قبل حد 2012 لو كان داخل العشار وشايف انت من يوقف واحد يصير ازدحام وراه، هسه لا العشار شوف انفتح يعني ناس كلش قليله، بس الحاج اغلب الاسواق هسه عندنا هذا الشارع اللي ورانا اذا تطب وتشوفه اغلبها انتهى يعني عزل كل المحلات مكتوب عليها للايجار ومكتوب عليها للفسمه بسبب يعني الاسواق اللي فتحت بعيده، وكانت مركز هنا كان عندنا اكو الجنسيه هم ناس تتعنى تجي العشار للجنسيه والاقامه كلها كانت بشارع الكويت، هاي كل شو اسمه كل هالدوائر انشالت، وتعرف معظم شو اسمه الناس تجي على مود الدوائر، هذا اللي عندنا معلومات والباقي يعني. العشار هو كمركز اي واحد كل البضائع اللي يحتاجها يجي للعشار، لان بي ملابس بي يعني باحذيه باسواق هواي كلش هواي بي يعني تشوف العالم تجي مركز يعني اللي يريد حاجه مثلا عده حاجات يجي العشار، بس اذا حاجه معينه يروح لغير سوق، والعالم تجي العشار بي يعني باسواق شعبيه هواي. هسه انفتح سوق عبد الله بن علي، هذا سوق عبد الله سوق شعبي يعني الناس الفقراء المدري شنو بي سوق تنزيلات تجي، انفتحت محلات حاجه بلف بيها مال منزليه ما منزليه، وبعد هذا اللي اعرفه عنه. Not
والله بالنسبة للأسواق احنا بالنسبة ان مو كبار كبار يعني بالعمر حتى نتذكر، بس اهاليتنا كانوا يسولفوننا يعني، واحنا فتحنا عيننا بعد يعني هذا العمر. فاكثر الاسواق اللي القديمة بالبصرة هو مثلا هسه هذا الشارع يسمونه شارع الكنائس، بي عدة كنائس يعني اثنين او ثلاثة ما اعرف يعني زين. سوق الهنود، سوق الهنود زين، هاي اللي كنا نسمع من اهاليتنا واحنا يعني مو لحقنا، بس عرفنا بانه هاي الاسواق القديمه، سوق الهنود، سوق الكنائس، سوق العطارين زين. احنا طبعا ولادتنا بالعشار، والله احنا لما ولدنا ولادتي كانت بالستة وبالسبعين ولادتي هنا بالسبعين، يعني لما اريد اذكر 78 79 يعني هذا العمر اللي يذكر عليه الانسان، هو مو يذكر هو عمره سنه او سنتين. فبهذا العمر اتذكر بانه اكثر شو اسمه هاي الاسواق كانت مو محلات، يعني كانت بيوت، كانت شناشيل، يعني تباوع اللي فوق شناشيل، تباوع جوا الباب اللي يدخل منه للشناشيل. هذا اللي اتذكره، يعني اللي انا اتذكره وانا عمر 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات اتذكره. بعدين شويه شويه بدت يعني بدا هذا الشارع مال الكنائس صار يعني صار بدا محلات، يعني كل بيت يفتح محل، كل بيت يفتح محل، وكانت للاهالي. بعدين اخذتها الدوله، عوضت الدوله اشترتها من الاهالي، الدوله اشترتها، الدوله اشترتها من الدوله اشترتها من المالك اشترتها زين، وصارت ملك للدوله. اجت بال 79 بال 80 يعني، واحنا يعني صغار نتذكر من اهاليتنا واحنا وياهم ويا ابائنا يعني بالمحلات، كانت تجي بانه العشار بانه عليه ازاله، نتذكر بانه عليه ازاله. صارت الحرب العراقيه الايرانيه، لما صارت الحرب لغوا هذا القرار مال الازاله، بقت استمرت البيوت هاي بانه تتحول الى محلات، وتوسع العشار، توسع العشار بانه تحول الى اسواق، بحيث تدخل اللي كانت الفروع اللي بالعشار ندخل لها كانت بيوت، هسه تحولت علما تحولت الى محلات، فصارت اسواق. يعني اهل البيوت اللي كانوا يسكنون الشناشيل بداخل العشار يعني شلون نقول نسحوا الى المناطق الماهوله بالسكان، وتحولت هاي الى اسواق تجاريه. ارتكاز بغداد، كان بغداد سوق الشورجة كان تعتمد عليه 18 محافظة. سوق العشار هو يسمونه تجار بغداد يسمون سوق العشار هو بالدرجة الأولى، لأنه كانت أكو قوة شرائية، ولا زالت أهل البصرة بطبيعتهم يحبون يشترون، أهل البصرة مستهلكين يعني أكثر من ما يكونون هم منتجين. فكان اسواق يعني ابو بغداد تاجر بغداد كان يحسب حساب لابو البصره ويتهيئ له لما يخابر له على التليفون الارضي قبل، ويقول له انا جاي لبغداد، فكان يتهيئ له يعوف اغلب المحافظات ويتحول على ابو البصره، يعني يكرس كل وقته التاجر البصره.
والله سوق العشار سوق قديم، يعني أكثر من 70-80 سنة هذا السوق العشار. بالنسبة لهذا الشارع يسمونه شارع المطاعم، لكثرة المطاعم كانت فيه، أكثر من 10 مطاعم كانت فيه هذا الشارع فقط. أما بالنسبة لساحة أمو البروم، ساحة قديمة كانت هي قديماً مقبرة، قديماً سابقاً كانت مقبرة، ويقولون بأنه كانت أكو هناك كان طبخ ويبرمون أحبال بروم فسموها ساحة أمو البروم. عندك هناك شارع الكويت، كانت أكو تجي بضاعة من الكويت سابقاً تباع في هذا الشارع، شارع الكويت. بعده يجيك الداكير، الداكير كانت هنا تطبخ البواخر والسفن المحملة بالمواد في هذا في شط العرب، منطقة اسمها الداكير. فهو سوق قديم قديم جدا. والله الحركة التجارية عموما ضعفت بعد يعني كورونا، بعد سنة 2020 الإقبال التجاري ضعف. سابقا كانت حركة جيدة. أما بالنسبة للبضاعة فهي كانت السد لمحافظة البصرة كلها، وعندنا مستوردين وموزعين، بس الحركة يعني إقبالها ضعيف صار، مو مثل سابقا. الشارجة سوق الشارجة يعني مركز التجار العراقي الرئيسي يعني، بس العشار يعني أصغر من الشارجة، ما يغطي بس أصغر. الشارجة وبغداد مركز تجاري العراق كله، يغطي العراق كله. البصرة فقط البصرة أو محافظات الجنوب بصرة وعمارة. والله كل الخدمات بالعشار قديمة، يعني كهرباء، المي، المجاري، كلها يعني خدمات قديمة، يعني ماكو شيء جديد. بس عدل يعني الأسلاك الكهرباء عندنا حراق هواجه يصير بسبب ضفيرة الكهرباء. البقية الخدمات احنا قمنا بها، يعني هساي السقيفة يعني المحلات اللي سووها، العرضية المحلات اللي سووها، بقية الخدمات معدومة. بقية المحافظات يجون اهل كربلاء مرات، هم يجون هنا يسوقون بحكم لكل العلاقات العائلية، يعني من يجون اهل كربلاء هنا عندهم علاقات عائلية فينزلون الى عشر. تعرف سوق معروف يعني بالعراق كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو سوق البصرة وسوق العشار تحديدا سوق تراثي يمثل بالعراق، معروف مميزا حتى من كانت بالخليج سياحة هم يجون للعشار، بلد سياحي تراثي مناخي. بالعشرينات وبالثلاثينات كانت كل الهنود هنا مراكب يجون تجارة، يأخذون من بضاع من البصرة للهند. فإحنا السامعين بيقول معلومات عندنا والتاريخية كله كانت العشار كله شناشيل، من شناشيل كله كانت سياح بالخليج كانوا كله يجون هنا يسيحون ب يعني الكورنيش مال العشار ما كانوا يسموه كورنيش، كانوا يسمونه شط العرب، إلى رمز بالتاريخ يعني. كلهم يجون هنا سياح خليجيين تحديدا بالضبط، يعني سياح الخليج ما يروحون لا لبغداد ولا للشمال،
كله كان رمز بالبصرة، كان رمز التجاري والميناء كان بالمعقل، بواخر كان تجي يسمون المعقل، كانت البواخر تجي يسمونه يعقلون به حسب ما يقولون التاريخ، البواخر يعقلونه عقل بالأحبال، فتسمت المعقل على اسم سياحة المعقل، يجيبونه كله بضائع تجارية به، تطبق البواخر كلها هنا. السبب هو السبب قلت لك كانت التجارة تجي من دبي، ماكو كان دبي، يجي من البحر الكويت ما يجي، كله هنا يجي على ميناء البصرة. البصرة هسه ليش يسموه احنا عندنا نوم وبصرة؟ البصرة ما تصنع نومي، بس كانت البضاعة تجي بها نوم وبصرة، هذا واحد من تاريخ العشرينات، ولحد هسه اسم نوم البصرة ما انمحى، على اسم مسمى كانت البضاعة تجي هنا على البحر، على طريق شط العرب، كانت كله هذا العراق وبالجنوب ومن هناك من الشمال من بغداد كله يجون بضائع من البصرة. كل ما موجودة بالعراق يجون بالبصرة، هذا كان يسمون سوق الدنك، هنا أنا مقابيل خضارة كل بضاعة ما موجودة بالعراق كل يستوردون منها ويأخذونها من البصرة، من عطور من نوم بصرة من حنة الفاو، هاي كلها هيك يعني.